السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. كثير من الإخوة النحالين مهتم بمكافحة الفاروة على المواد العطرية أو المواد الطبيعية، سواء حشائش أو شجيرات. فيا ترى ما هي أفضل هذه المواد التي يمكننا أن نستخدمها في مكافحة الفاروة عند الكشف على الخلايا في أي وقت كان؟ وهل لهذه المواد بعض التأثيرات أو المتبقيات على العسل أو منتجات الخلية بشكله العام؟ محاضرة مقتضبة للأستاذ الفاضل أبو مازن الأهنومي من اليمن، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول نحلي في فروة، ما هو العلاج؟ أولا، الفروة طفيلي يتطفل على النحلة، وهو ليس بمرض، هو متطفل يكافح مكافحة ولا يعالج علاجا. ومن المواد الطبيعية، هناك مواد طبيعية ومواد شبه طبيعية في تستخدم في مكافحة الفروة. من هذه المواد الطبيعية التدخين بالأوراق ذات الرائحة النفاذة، مثل أوراق شجرة الكافورة والكينا أو اليوكاليبتوس. للإخوان الذي هم ليسوا من اليمن، أشجار اليوكاليبتوس لديها رائحة مميزة عطرية. يمكن دائما النحال يعتمد من هذه الأوراق، كلما فحص الخلية يعني يدخن بأوراق نحن نسميه الكافور، في مناطق يسموها الكينا، ولو أسواق متعددة واسمها العلمي اليوكاليبتوس. كذلك أوراق السعتر مفيدة أيضا التدخين بها في مكافحة الفاروة. كذلك أيضا الزيوت العطرية مفيدة في مكافحة الفاروة. أي زيت له رائحة نفاذة فإنه يفيد في مكافحة الفاروة طبيعيا، مثل زيت الكافور أيضا، مثل زيت السعتر في ثيمول، أيضا مثل زيت النعناع والذي يحتوي على المنثول، أيضا مثل زيت الخردل. قد مثلا تستخدم زيت الخردل، تدهن به ورقة وتضعه تحت الإطارات، أيضا مفيد. هذه التدخين والعلاج بالروائح. بقي التدخين العلاج ببعض المواد التي هي شبه طبيعية، هي طبيعية في الأصل لكنها مصنعة تصنيع، مثل حمض الفورميك، مثل حمض الأوكزاليك، مثل الثيمول، بلورات الثيمول، وأيضا بلورات المنثول. لكن هذه الأخيرة، المواد التي هي شبه طبيعية، تحتاج إلى حرفية من النحال وتحتاج إلى طرق معينة في استخدامها. كذلك من الطرق الطبيعية لمكافحة الفاروة استخدام الثوم. الثوم طارد من الطوارد الطبيعية للفاروة، ودائما من منهجي أنني إذا بينت شيء أبين السبب وراءه، فإليكم السبب حفظكم الله. الفاروة جهازها التنفسي ضعيف جدا، يتأثر بأي رائحة تدخل الخلية، ويتأثر أيضا بنسبة ثاني أكسيد الكربون داخل الخلية. فنجد أن الخلايا المكتمة
والكبيرة جدا مثل الخلايا التي تسمى زورا بخلايا أبو سلمان الذي خلايا تابوت، وهي معروفة، استخدمها الروس، استخدمها كثير من الناس من زمان، وتبنى أبو سلمان وسماها خلايا أبو سلمان. المهم، هذه الخلايا نظرا لعمق وبعد مدخل داخل الخلية عن بوابة السروح فيكون نسبة الفاروة فيها قليلة، فتتأثر يتأثر الجهاز، نسبة العفوا تكون نسبة ثاني أكسيد الكربون فيها عالية، فبالتالي تتأثر الفاروة لأن جهازها التنفسي ضعيف جدا، وتكون في مثل هذه الخلايا الفاروة قليلة جدا نسبيا. أيضا يتأثر الجهاز التنفسي للفاروة بأي رائحة، زيت مثلا له رائحة نفاثة، دخنت بأوراق لها رائحة نفاثة، وضعت ثوم والثوم له رائحة نفاثة. الثوم عندما الفروة عندما يكون متمسك بظهر النحلة ويشم مثل هذه الروائح فإنه تحصل له صدمة عصبية في جهازه العصبي، فيترك أو يفقد توازنه ويفقد قدرته على التمسك بظهر النحلة فيسقط. ولذلك عند استخدام مثل هذه الأمور التي تعتمد على الرائحة وتعتمد على الضرب على وتر ضعف الجهاز التنفسي بالنسبة للفاروة، فيفضل أن ندهن ورقة بالفازلين أو بالزيت ونضعها تحت الإطارات أو تحت الأقراص الشمعية من أجل الفاروة إذا تساقطت تمسك يمسك ذلك الفازلين ولا تستطيع العودة فتموت، لأنه لو لم تكن هناك ورقة قد تدوخ أو تدوخ قليلاً ثم تعود وترجع وتعود وتتسلق وتصعد على ظهر النحلة من جديد. أرجو أن أكون قد بينت ولو جزء من طرق مكافحة الفروة الطبيعية. تحياتي لكم.